القدر بيحوم حوالينا. في ايه يا عم؟ في ايه؟ شيك اول فستان ده بقى المصنوعات ولا اسر منتجه؟ لا عمر افندي. وليد الغربان بتحوم. الله بص على مين يا واد. الله ابص على مين يا حبيبي؟ هو في حد هنا غيرك يا بتاع؟ احبك في الحنين. حنين النبي يظبط لي السلطات جامد. جامد جامد. هزود الملح قوي على قد ما تقدر. في كده حضرتك بتدور على حاجه؟ لا اصل الحقيقه علي صاحبي. هو علي بقى صاحبك فعلا؟ طب يا سيدي الف الف مبروك. علي انا دخلت واتلخبطت. كلمها لي انت بقى. عارف انك خيب بس بقول لك ايه، انا اخر مره اقفلك في حاجه زي كده علشان خاطري. قدام. هاي هاي ممكن لو سمحت دقيقه؟ عايز اتكلم معاكي في موضوع بس يعني. اوكي. يخرب بيت جمال عينيكي يا بنتي، اللي انت عاملاه في نفسك ده نظري ضعيف. ها؟ نظري ضعيف. ضعيف؟ طب ما في اختراع اسمه لينسز يعني. انا متعوده البس نظاره. رايح مفيش نظارات. حلو قوي كده. ماشي طولوا قوي. هما بيقولوا ايه لبعض؟ ما اعرفش. ما تروح تساله هو بيقول ايه. لا ما هو الكلام اللي هو بيقوله انا اللي قايله له عشان ما كنتش اعرف اقوله فقلته له عشان يقوله. الظاهر صاحبك قال كل الكلام اللي قلته له. تفتكر قال كل الكلام اللي انا ما كنتش اعرف اقوله فقلته له يقوله؟ انت بتقول ايه؟ بقول اللي بقوله. زي ما انت طبعا انا عارف ان انتم مستغربين انا ليه عملت الحفله في المكان الجميل ده وبالنهار، لان احنا المفروض ان احنا بتوع سياحه وبلدنا مليانه بمناظر زي ما انتم شايفين جميله كده. وتاني حاجه عشان اثبت لكم ان احنا خارج اليوم الدراسي احنا اصدقاء واصدقاء جدا، وعايزكم تستمتعوا بيومكم بكل لحظه فيه. وهاف فان جايز. بحب شخص مش مناسب ليا؟ يعني ايه يعني؟ هو انا كل مره يطلع لي ده؟ ايه الحظ المهبب ده يا ربي؟ قدرك بقى، هتعملي ايه؟ يعني اصوم وافطر على بصله؟ دي تبقى مصيبه. كل شيء جايز عشان تبطلي تريقي عليا. اديها قلبت بنكد. ولا يهمني، دي مجرد لعبه، احنا بنتسلى. وياما لعبه قلب بجد. الكلام ده مع الموهومين اللي زيك، انا ما يفرقش معايا الكلام ده. غيري بقى الموضوع احسن. ماشي ماشي. بس اياكي تحطي مناخيرك في حاجتي تاني. ها بطلي فضولك ده. انا كده عندي حب استطلاع، اعمل ايه بس؟ تنامي. تصبحي على خير. اطفي النور بقى. بتقول لي جاي رحله عشان البنات وانا ليا هدف وعايز احترف في سويسرا. لا انا لازم اعرف. قول لي ايه اللي حصل. ما حصلش حاجه. امال كنتوا قاعدين ساعه وربع بتقولوا ايه؟ قالت لي بلاش اقول لك كلام يزعلك. يبقى قالت لك انها مش معجبه بيا. عاطف لو مش مصدقني وهسالها. تصدم. ما كنتش اتوقعها ابدا. يا عم ايه الافلام اللي انت عايش لنا فيها دي بقى؟ علي لو سمحت عايز اقعد في الضلمه لوحدي، فضلي الاوضه. طب يا سيدي براحتك انا ناسي. علي ما تسيبنيش لوحدي في الظروف دي يا علي. بخاف من الضلمه يا علي. ايه النظام يا نونا؟ شكلك مش على بعضك كده النهارده. ايه يا بوسي احنا في الكلاس. بجد والله؟ احنا في الفصل مش في الفسحه. ركز. لو اتكلمت تاني انت عارف هتروح فين. هيروح النار.
اي استظراف او خفه دم هوقف الحصه وابلغ المدير. دلوقتي هنختار اتنين، كل ولد وبنت هيشاركوا في بحث مع بعض قدامكم المراجع في المكتبه والبحث الميداني وسط الناس. يعني نسال الناس في الشارع؟ ما نلبس ملابس تنكريه احسن. البحث ده للاذكياء بس. هنختار كل اتنين حسب ارقام الديسك، الارقام الفرديه مع بعض والزوجيه مع بعض. اوكي يا جماعه؟ لو سمحتي. ايوه حضرتك، انا عايز احول زوجي. اقعد مكانك، انا مش لاقي نفسي في ثلاثه. بقول لك اقعد. دلوقتي هنوزع الارقام. رقم 1 مع رقم 11، رقم 2 مع رقم 4، رقم 5 مع رقم 7، رقم 8 مع رقم 12. حلو قوي الجو ده. رقم 3 مع رقم 9. ده ظلم. شكرا يا جماعه، ما تاخروش الابحاث، اتفضلوا.